مساكم الله بالخير بحلقة من حلقات برنامج اسأل القانون، واليوم حلقتنا مخصصة للرد على أسئلتكم القانونية واللي توصلنا عبر منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاغ اسأل القانون. فكل واحد عنده استفسار أو سؤال ممكن يبعثه لنا عن طريق هاشتاغ اسأل القانون ونقدر نجاوب عليه في أقرب وقت. لكن في البداية خلوني أرحب بزميلي الأستاذ المحامي عبد العزيز العفيصان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أهل أستاذ إيمان. اليوم عندنا كثير من الأسئلة اللي وصلتنا، لكن خلنا نبلش مع أول سؤال. يقول: واحد كنت أعرفه عن طريق الشات وقام يهددني بصوري الخاصة، شنو أسوي؟ أول شيء مساك الله بالخير وكل من يتابع برنامج اسأل القانون. أكيد ما في شك موضوع الابتزاز يعني موضوع شائك قانونيا، ولكن خلنا نختصر الموضوع هذا. أي شخص يتعرض للابتزاز سواء رجل أو أنثى كان يلجأ عنده أكثر من طريق للجوء، إما إلى النيابة هذا الأسرع الطريق أو إلى المخفر. يعتمد الجرم على حجم الابتزاز، بدام فيه صور وفي أشياء خاصة وفي طلبات خاصة بدون لا نتوسع بالتلفزيون، إذن إحنا محتاجين جناية، إذن الجرائم الإلكترونية أو النيابة العامة. إذا كان الشخص معلوم، رغم معلوم شو يسمونه النيك نيم معلوم، إذن النيابة العامة على طول راح يتحررون عنه عن طريق الإخوان في المباحث ويضبطونه ويمثل أمام النيابة والقضاء بتهمة الابتزاز. إذا كان هناك طلبات خارجة عن الآداب العامة وطلبات غريبة عجيبة وتحصل على صور وتحصل على مقاطع خاصة للأنثى أو للرجل أيضا، لأن احنا نعرف أن هناك اختراق إلكتروني، هناك هاكرز، هناك يعني مرضى نفسيين شغلهم هو التعرض لأعراض الناس وحياتهم الخاصة بطرق قريبة عجيبة. منهم من تدخل باسم خطابة، منهم من يدخل بشيخ روحاني وغيرها من الأسامي، يعني عدوا خربط. لذلك نحذر من هذه الجريمة اللي عقوبتها تصل إلى الحبس، قد تصل إلى 7 إلى 10 سنوات وضياع مستقبل شاب عمره 17 ولا 19 ولا يمكن بنت تنتقم من شخص معين، خطيب معين، زوج، طليق إلى آخره، مصيرهم السجن وهناك كثر موجودين في السجن. وأكيد ننبه أن هذه أو جريمة الابتزاز قد ما يكتفي فيها ما تكتفي فيها الواقعة، لأن ممكن يكون أيضا مرافق لجريمة الابتزاز تحريض. صحيح. اللي هو موجود في القانون تحريض على الفسق والفجور. صحيح. يعتمد دائما على ظروف الواقعة. صحيح. فلذلك إحنا دائما نقول نلجأ للقانون، ولكن بالبداية الحرص واجب. ما الصور لا تبعث لأي كان، لا يتم استخدامها بأي من وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت صور خاصة. إذا كنت تتحفظ على الصورة هذه من البداية لا تنزلها. فلذلك إحنا يعتمد حجم الجريمة على ظروف الواقعة نفسها. لكن الابتزاز منتشر في الفترة الأخيرة للأسف أحيانا لأطفال صغار، لأن إحنا على الأغلب في مجتمعنا الكويتي قاعد نسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن هذه المواقع تحذرنا من أن إذا كنت مثلا تحت 18 سنة تحت 20 سنة ممنوع تستخدمها، لكن قاعد نسمح لعيالنا وبالتالي يتعرض يتعرضون للابتزاز. هني عاد ندش في مثلا قانون الطفل، اذا كان اللي يبتز قاعد يبتز طفل، ففي توسع في القانون في هذا الموضوع. صحيح زميلتي ايمان، وابي اضيف نفس ما تفضلتي، موضوع الابتزاز قد يرافقه تعدد جرائم، منها نصل حتى الى قسل الاموال، وهذه جريمه ارهاب دوليه وعالميه يكافحها العالم كله، واحنا في بلد الكويت احنا مستهدفين. ولما أقول أنا محامي على الهواء وجدام الناس في تلفزيون الدولة الرسمي مستهدفين، هناك مجاميع تخريبية تريد الإضرار فينا وبعيالنا. فنتابع عيالنا نفس ما تفضلتي، نراقب عيالنا، ما نتركهم إلى ساعات بروحهم، ونعطيهم دورات شبه يومية في الإرشاد والتوجيه، أن مو كل واحد ما تعرفه، خاصة التعارف الإلكتروني هذا يعني شبكة فضاء ما نقدر نسيطر عليها أستاذ أيمن. لذلك ننتبه ونعلمهم بخطورة الشيء، ما يصير نكلم واحد مجهول، ما يصير أنت يا بنت يا شابة اللي وراك مستقبل وزواج، أي واحد بأي طريقة كانت، معلم، متدين، خاطب، غيره، يدخل باسم الزواج تفتحي له الباب، لأن بعد هالباب راح تجر علينا ويلات، وعندنا قضايا كثيرة بالمحاكم وبعضهم في السجون. وأكرر أرد أقول في بعض الناس في السجون بسبب الابتزاز. أبو عمر، يمكن هذه الواقعة أو السؤال اللي وصلنا يمكن خاص بأن هي بعثة الصور،
ويعني وإرادتها، لكن الجرم الأكبر أو الواقع الأكبر إذا كان مثلا لينك وفتحته وحدة خلينا نقول من أسرة محافظة وهي محافظة لا تعرف هذا الرجل أو الشخص اللي بعث لها هذا اللينك وفتحت وتم اختراق جهازها وبالتالي تعرضت للابتزاز. دائما احنا نقول تبعات هذا الموضوع وحدة، ولكن صحيح. بالنهاية التفاصيل هي اللي تفرق، فلذلك دائما احنا نقول حرص ولا تخون في هذا الموضوع اللي جدا مهم. ثاني سؤال عندنا على الشاشة يقول واحد يشتغل بشركة خاصة ويدرس بالخارج، تفاجأ أنه موقفين معاشه مال دعم العمالة صار له شهرين، شنو يسوي وهل من حقهم؟ كثير من الأشخاص طالما أنا في قطاع خاص أو حتى شركة أبوي، شركة أخوي، شركة عمي، أنا أقدر أسافر وأدرس على حسابي متى ما بقيت وأقدم الشهادة أن أنا درست، وكأن هذا الموضوع مباح قانوناً. طبعا غير جائز الا باذن من رب العمل، ونظم القانون عمليه الدراسه في الخارج. انا اتكلم من يمكن من بدايه انشاء قانون دعم العماله كان هناك ترتيب للامانه، احنا كلنا درسنا ماجستير واحنا على يعني على وظائفنا في القطاع الخاص وما كان في اي عقب، العكس القانون اتى جميل، بس اشترط رب العمل وهذا حق من حقوق صاحب المكتب او صاحب الشركه انه يعرف ان موظفينا منو يدرسون، ما راح يوقف في طريقهم، راح يساعدهم، ولكن لازم يكون في مده معينه اشترطها القانون، مضي المده وموافقه رب العمل وتدرس الله يوفقك. اما انك تدرس خلسه من وراء رب العمل وتخالف القانون وتستولي على المال العام فهذه جريمه فيها جنايه قد تعرضك إلى الحبس، وعندنا أحكام حبس للأسف واسترداد المبلغ أو ضعف المبلغ. وأحياناً نلاقي كثير من الاستشارات القانونية اللي توصلنا شنو يقولون، أستاذة صار علي مديونية من دعم العمالة رغم أن أنا ما سويت شيء، صاحب العمل سمح لي. لا، أنت لازم تلتزم بالمدة القانونية صحيح. لدعم صحيح. العمالة وتبلغهم أنك أنت خارج للدراسة، الموضوع مو متروك لك أنت لوحدك أو لقرار صاحب العمل لوحده. فلذلك هذا الموضوع جداً لازم ننبه عليه، لأن دائماً شلون ان احنا نقدر ما ندفع هذه المديونيه او ما نلتزم فيها او انا ما كنت ادري. دائما احنا نقول وننوه ان القانون لا يقبل الاعتذار بالجهل فيه، فلذلك دائما نقول لهم اسال القانون. ايضا عندنا سؤال يقول واحد يسال مدرس ضرب ابنه بالعصا ومورم كتفه ومورم عينه وراح اشتكى للناظر، ولكن للاسف الناظر قال يصير شيء او يصير خير وما صار شيء، شنو نسوي؟ قانون الطفل وما أدراك ما قانون الطفل اللي تطرقنا له في حلقات كثيرة، وقلنا إن يا جماعة إذا كنت معلم أو ولي أمر أو مكلف برعاية هذا الطفل اللي أمامك، القانون غلظ عقوبتك عن الإنسان العادي. يعني لو يمر واحد بالشارع ويطق ولدك غير لما أنت تطقه وتعرضه لإصابات، أو غيرك أنت يا معلم مسؤول عن هذا الطفل وتسببت في الإصابات اللي صارت له. فلذلك إحنا ننوه يا جماعة يا مدرسين يا معلمين يا تربويين، القانون غلظ عقوبتكم في الإساءة للطفل، قانون الطفل خلينا نقول فصل وعطى يعني كثير من الأمور اللي خلينا نقول تبدي من إهانة ذل يعني أمور نفسية صحيح. إلى أن وصل إلى الضرب والاعتداء على الطفل. فلذلك اليوم لازم نرجع ننوه بدال المرة مليون وفي أكثر من حلقة، قانون الطفل غلظ عقوبتكم يا معلمين. الموضوع لما يوصل لغاية أنه عصى وضرب وما إلى ذلك، لا هني الموضوع راح يأخذ الشق الجزائي فيه، واللي أصبح من اختصاص النيابة في ذلك ديروا بالكم. صحيح زميلتي إيمان، وأحب أضيف أيضا أن الاعتداء بالضرب كجريمة نص عليها قانون الجزاء، فما بالك تكون أنت متولي رقابة، أنت مؤتمن، الأسرة ائتمنت أبنائها عندك، والمجتمع ائتمن أبنائها عندك في المدرسة، وأنت طلعت عن طورك بأي غرض كان أو بأي وسيلة أو أي سبب كان. نعم نعرف أن المعلم مهنته شاقة، تعاطي مع أطفالنا 5 ساعات إلى 6 ساعات يوميا أمر مو بسيط، إحنا نفسنا ما نقدر ندير عملية بعض الأطفال يعني الهايبر والأكتف، ولكن ما هذا لا يجوز حسب القانون بأي مسوق كان. الاعتداء بالضرب إذا كانت عقوبته الغرامة أو الحبس إلى 6 شهور، فالمعلم راح تصير عليه العقوبة أضعف لأنه هو متولي رقابة، يعني عليه جهد مضاعف، عليه اهتمام،
وسائل التربية كثيرة، الوسائل التربوية كثيرة، ما راح نحصيها ولا نعدها. العصا لمن عصى انتهى، هذه المقولة الآن في زمن التطور والدولة المدنية وغيره وحقوق الطفل وأيضا قانون الأحداث، لأن إذا انتقلنا من مرحلة 15 سنة الفئة العمرية مالت الصبي الغير مميز الروضة والابتدائي والمتوسط راح ندش بالثانوية، أيضا هم قانون الأحداث هم قوي ورادع، فما بالك أنت تقف أمام القضاء وأنت معلم أتيت برسالة تربوية وانتهكت هذه الرسالة واعتديت بالضرب على الطفل. أنت عندك وسائلك الإدارية تستدعي ولي الأمر، توبخ الطفل، تنصحه، تنقله إلى آخره. ما شاء الله الأسئلة حلقتها سريعة وأجوبتها لازم تكون أسرع. زميلتي إيمان، في هذه نهاية هذه الحلقة ما يسعني إلا أني أشكرك وأشكر كل من توجه لنا في اسأل القانون عبر هاشتاق اسأل القانون. نشوفكم في الحلقات القادمة، مع السلامة.